السلام عليكم ورحمة الله يا أحباب الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. من خلاله غادي نسترجع المسار التاريخي ديال المنتخب الأردني، كيفاش أنه نشوف الأهداف وجميع الأهداف، وغنشوفوا كيفاش أن هذا المنتخب هذا اللي ولد خلال البطولة، وكيفاش أنه من الأدوار الأولية ومن الأدوار ومن المجموعات حتى وصل للفينال، وصل للنهائي كأس آسيا. وغدا إن شاء الله غتكون واحد المباراة اللي هي مباراة رائعة ما بين المنتخب الأردني والمنتخب القطري. خليكم معايا جميع وشاهدوا هذا الفيديو تحت الأخير، غادي تستمتعوا بالجمال ديال الأهداف، وغادي تستمتعوا بالثنائية ديال يزن وديال موسى التعمري. فخليكم معايا نشاهدوا هذا الفيديو هذا. المباراة ديال كوريا المباراة ديال كوريا الأولى. الله يزل العرب، هنا موسى التعمري يراوغ. يا سلام، يزن عماد يسجل هدف من بعيد جدا. ما شاء الله، صراحة منتخب رائع، منتخب قدم نفسه بشكل رائع، أهداف جميلة. هنا المباراة ما بين العراق والأردن، هنا يستغل خطأ للمدافع العراقي، ويازن عماد يسجل بيشنيت هدف رائع. هذا اللاعب هذا واثق من نفسه، عنده هدوء، عنده رزانة، وعنده ثبات. صراحة لاعب رائع جدا، قدم نفسه بشكل رائع. هنا تمريرة، التعمري والمدافع رقم 6 يسجل هدف رائع جدا. صراحة عندهم لاعبين جيدين، لاعبين رائعين. هدف الفوز، هنا هدف الفوز من بعيد جدا. هذه مباراة رائعة جدا، من أفضل المباريات اللي كانت في كأس آسيا في هذه السنة. هذه مباراة كانت مباراة رائعة جدا. هنا مباراة طاجيكستان، اللي مباراة كانت مخنوقة، الهدف ديال المدافع الصلب راموس، أو سميه راموس لأنه صراحة قدم مباريات رائعة جدا، هدف رائع. المباراة كانت مخنوقة، وبفضل هذا المدافع هذا الأردن تتأهل إلى النصف النهائي لمواجهة كوريا الجنوبية. شوف 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 موسى التعمري ماذا يفعل، شوف شوف شوف، رائع جدا، عمل كل شيء، قطع كرة وعطى باس للصديق ديالو بهدوء برزانة. هادو هما اللاعبين الكبار. صراحة الأردن استفادت كثيرا من هاد موسى التعمري، لأنه قدم مباراة جميلة، وحتى عموتا ما شاء الله عليه. هنا نشاهد الهدف الثاني، الهدف المارادوني لموسى التعمري، الهدف الميسي، هدف سميه كما شئت، هدف روعة روعة، سيبقى للتاريخ، سيتذكر الجميع بأن موسى التعمري شجل على كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023. هدف روعة، هدف رائع. يا سلام يا سلام، كما لاحظتوا معنا هذه الأهداف الجميلة اللي سجلها المنتخب الأردني، أهداف كلها كانت رائعة جدا، أهداف كلها سيتحدث عنها الصغير قبل الكبير او العكس صحيح. فنتمنى ان شاء الله ان المباراه ديال غدا تكون ما بين المنتخب القطري ومنتخب الاردن، حتى هي تعطينا واحد طبق كروي اللي طبق يكون رائع، وطبق اللي خلينا نشاهدوا متعه، ونشاهدوا المباريات الكبيره اللي كنا كنشاهدوها في اوروبا، نشاهدوها كذلك في كاس اسيا، ولما لا نشاهدوها كذلك في كاس افريقيا. الشكر، كل الشكر للمنتخب الاردني الذي امتعنا خلال هذه الكاس، كأس آسيا، كذلك موسى أو حسين عموتة، لأنه قدم نفسه بشكل رائع، وأثبت للجميع وبرهن للجميع بأنه مدرب عالي، مدرب يمتلك مواهب تدريبية رائعة جدا. كيف خلق منتخب شرس، منتخب يدافع، منتخب كيف غير عقلية اللاعب الأردني من لاعب يلعب من أجل التأهل للدور الربع أو الدور الثمن، إلى
عقلية الفوز، عقلية البطولات، عقلية الألقاب. فهذا إلا بداية للمنتخب الأردني، نتمنى إن شاء الله الاستمرار إلى هذا المنتخب هذا، ونشوفه لما لا نشوفه في كأس العالم. نتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو يكون عجبكم، ونلقاكم مرة ثانية إن شاء الله. السلام عليكم.